انا بس هقاطع حضرتك دقائق بس او ثواني. هذه الصوره اللي احنا بنشوفها ده لايف من كييف الان. ده مواطن على السوشيال ميديا القصف في كييف الان، في محيط كييف الان، قصف مشتعل في محيط كييف. اتفضل سياده اللواء. انا اسفه. لا يا فندم ابدا. فده كان منشور اتوزع، والحقيقه جميع الفنادق والمنشات السياحيه ملتزمه بيه تماما. بالنسبه للذهاب الاوكرانيين للمطار، هو كان في طياره فعلا المفروض او المفترض ان هي توصل يوم 24 ودي ما جاتش، وهم مجرد وصولهم كان تنبه على الشركات بتاعتهم باعادتهم الى فنادقهم. عدد السياح الاوكرانيين اللي موجودين ومقيمين عندنا في ضيافتنا يعني 6226 سائح اوكراني. بالنسبه للسياح الروس، لا، السياحه الروسيه مستمره. النهارده وصل 18 طياره قادمه من موسكو، وغادرت 16 طياره ومستمرين يعني. فالسياحه الروسيه مستمره. مستمره. فالامور مستقره. ما أشيع على إن في أي مشاحنات أو أي حاجة حصلت ما بين السياح الروس والأوكران غير صحيح تماما. هل بنفصل بينهم بقى؟ يعني دول يقعدوا في أوتيلات ودول يقعدوا في أوتيلات، ولا هنعمل إيه؟ والله أبدا، هو في بعضهم مقيمين في نفس الفندق وما فيش أي حاجة، يعني لم يحدث أي نوع من أنواع المشاحنات. وحضرتك يمكن انا برضو يعني بتكلم على حاجه تاريخيه. هو في علاقات اوريدي وعلاقات مصاهره، وفي علاقات ما بينهم وبين بعض علاقات عائليه، فهي يمكن الوضع يمكن الاجتماعي بيختلف شويه في الحالات اللي زي كده عن الوضع السياسي يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا برضو يعني عينينا برضو تبقى على الموضوع دوت، ك يعني اجهزه انه كمحافظه وبنراعي هذا الموضوع، لكن الى حد يعني لغايه وانا بكلم سيادتك لم يرصد اي نوع من انواع المشاكل. ال 6000 سائح اوكراني بقى، 6226 سائح اوكراني، مين هيتحمل الاقامه؟ يعني هنعمل ايه؟ هل الفنادق، مين اللي هيتحمل تمديد الاقامه؟ هل سفارتهم؟ هل مين يا فندم؟ حتى الآن حضرتك اللي بتتحمل المنشآت نفسها السياحية، ده طبقا لمنشور وزارة السياحة. ما سيتم خلال يعني مستقبلا إذا امتدت الفترة أو طال الفترة الزمنية، ده طبعا يرجع لما ستقوم به وزارة السياحة، أو ما سيتم التنسيق فيه مع وزارة السياحة أو مع الدولة بصفة عامة. لكن حتى الآن ما تحمل اللي بيتحمل هذا الموضوع هما المنشآت السياحية نفسها. يعني نتمنى طبعا ان هم يستمتعوا معانا افضل كتير ما يروحوا للحرب، ولكن الحقيقه يعني انا يمكن شفت فيديوهات كتيره نازله على السوشيال ميديا من خلال مراسلين او من خلال ناس منزلها على صحفه يعني صفحات بتاعتهم، الناس يعني بتشكر وبتشيد. وانا شايف الحقيقه استاذ لميس ان يعني ده موقف جيد جدا من الحكومه ومن الدوله المصريه، لان احنا على مدار فتره طويله جدا يمكن فتره كورونا كانت السياحه الاوكرانيه يمكن قبل ما السياحه الروسيه تفتح كانت متصدره عندنا المشهد، وما زالت بتاتي بكميه كبيره. واعتقد ان الموقف دوت موقف محترم وموقف مهم ان احنا ناخده. واعتقد كمان كان في صحف، انا يعني قريت صحف اجنبيه كثيره تتحدث عن الموقف المصري المحترم ب يعني الرعايه للسياحه الاوكرانيه، وان شاء الله بعد الازمه يعني تعود السياحه الاوكرانيه مره اخرى لما بقى يعني تعود الحركه بين البلدين والمجال الجوي مره اخرى. شكرا سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. دي بعض الصحف اللي بتتكلم على استضافة مصر للسياح الأوكرانيين، لأنه طبعا يعني لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، فيعني مصر دائما أبوابها مفتوحة للسياح ولغير السياح الحقيقة.